المطلوب. مباراة في أجواء ممتازة جدا، مصلحة الريال انطلاق الآن. منطقة الجزاء، الوصول إلى المنطقة، فابيو سيزار في رد التمريرة الماضية، دانيال جومو ويخطف كرة بشكل ممتاز. بعد ذلك الكرة واصلة إلى جهة بنييرو صاحب 31 سنة، أبرز من مثل سبارتال جومو. جومو يلعب كرة بوسط الملعب إلى فابيو سيزار وتمريرة على طول إلى العمق مقطوعة. في كرة اللعب لصغيرة داخل منطقة الجزاء، الكل في منطقة الجزاء للسد، كل لاعبين السد بالكامل في منطقة جزائهم، وكرة اللعب ساقطة ثابتة. قد تكون ضربة حرة مباشرة. تباتا سعد الشيب ينتظر، وتباتا ياخذ الإذن من عبد الرحمن عبدو. تباتا فابيو سيزار هو من يصوب. جول! الأسود تحتفل بأول أهدافها في مباراة العودة، في مباراة العودة لدوري الجوب قطر. العودة ريانية. فابيو سيزار الرايق، فابيو سيزار الرايق، صورها يا سعد الشيب، صورها صورها في التسعين. الله 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 يا فانو تابو على الجهة اليسار. إدارة الريال واضح أنها عملت بشكل كبير جدا. الريال يريد ثاني ثاني ثاني. امضي إلى شوط المباراة الثاني، وكان قريب جدا، كان قريب جدا فابيو سيزار إلى أن يسجل الثاني للريال. من جانب الريال في محاولة في انطلاقة قادمة على الجهة اليسرى، انتبع فيها كرة كانت من تباتا وصلت ملعوبة إلى الجهة اليسار. محاولة لصالح الرهيب ويحصل على كرة فابيو سيزار. عد سيزار، وسيزار مع الكرة ليلته لصالح الريال. فابيو سيزار يلعب عرضية سريعة من في شوط المباراة الثاني عند فوسات لياندرو دا سيلفا. شيء لابد منه. فابيو سيزار مرور، فابيو سيزار مخالفة، ضربة حرة مباشرة. فابيو سيزار مرور على الجهة اليسار، أخذ اثنين من لاعبين السد. فابيو سيزار مخالفة مرة ثانية، الذي يتسبب بإزعاج لمسعد حمد، ويجب أن يقال على الخطأ. فابيو سيزار وتمريرة في المباراة الماضية بالورقة الحمراء بالرأس، واصلة في صالح الريال. تمريرة بالمنتصف، خذوا هاد، جت الكرة وان تو. الله، ممتاز المحاولة. فابيو سيزار يلعب عرضية إلى منطقة الجزاء. الريال اللي فرط في نتيجة المباراة مع الخمس دقائق الأخيرة، هذه كرة اللعب عرضية بالرأس وصلت جذريا بعد تبديلات فوساتي. وهذه كرة ملعوبة ساقطة إلى جر الله المري. جر الله واحد ضد واحد مع كسولة. جر الله! العربي الكبير أيها الأعزاء.